قيل عتاب الرجل حب، أما غيرته فرجولة، قسوته خوف، واهتمامه حنان، أما سكوته فغضب. وقيل عتاب المرأة أنوثة، وغيرتها حب، أما قسوتها فعند، وحنانها اهتمام، وسكوتها مكر. وأنا أقول بعض القسوة نقص، وبعض السكوت عتب أو خوف أو غضب، وبعض الغيرة مرض، وبعض الاهتمام الزائد خنق للحرية. أما كثرة العتاب فتفقد المودة وتنزع الصدقية، وبعض التملك طمس للفرد وللشخص وللهوية.